نروح لأخبار سيناء اللي يعني الناحية الأمنية فيها يعني مستمرة، وأخبار العمليات العسكرية أيضا مستمرة، وحيكون لنا وقفة مطولة في حوارنا في حوار لنا النهاردة في بث مباشر مع أخبار سيناء. لكن آخر المستجدات بتقول أنه مراسل سي بي سي قال عن نقلا عن مصدر أمني أنه ضابط وجنديين في شمال سيناء استشهد مساء السبت بعدما انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحين أثناء مرور مدرعة جيش بمنطقة الطويل في مدينة العريش. وأضافت المصادر أنه عشرات الدبابات والعربات المصفحة المدعومة بطائرات هليكوبتر هجومية استخدمت في عملية أمس قرب الشيخ زويد الواقع على بعد بضعة كيلومترات من قطاع غزة. من الأخبار الأخرى الخاصة بسيناء، مقتل 9 تكفيريين والقبض على 9 آخرين في عمليات بسيناء وتدمير مخازن أسلحة وذخائر. ده بعدما قامت عناصر الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع الشرطة المدنية في الرابعة تماما من صباح السبت بعملية مداهمة لمجموعة من البؤر الإجرامية بمناطق التومة، الظهير، الجورة، الزورعة، الفتات، جريعة والمقضبة، وكل دي مناطق تقع في سيناء. والعقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة قال إنه العملية أسفرت زي ما قلنا عن مقتل 9 أفراد من العناصر التكفيرية والقبض على 9 آخرين، إلى جانب تدمير 3 مخازن للأسلحة والذخائر و107 من العش ومجموعة من العربات اللي كانت بتستخدمها الجماعات التكفيرية في تنفيذ عملياتها. أيضا استمرارا لنفس الأخبار عن سيناء، ضبطت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء هارب من السجن وبحوزته يدوية من مخلفات الحروب، وتمت إحالته إلى الجهات المعنية للتحقيق معه. وأعلن مصدر أمني أنه تم القبض على الهارب أثناء سيره في منطقة موقف السيارات في العريش، وكانت بحوزته قنبلة يدوية من مخلفات الحروب. واتضح أنه هارب من السجن منذ أحداث ثورة 25 يناير وعليه عدة أحكام قضائية، و تم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.